نظمت مديرية الصحة في بني سويف قافلة طبية إلى قرية براوة التابعة لمركز أهناسيا غرب المحافظة. يأتي ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرية وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا. أطلقت اليوم مديرية الصحة في بني سويف القافلة الطبية العلاجية لقرية براوة مركز أهناسيا. القافلة تضم 9 تخصصات طبية من خلال 10 عيادات متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على المترددين على القافلة. لغاية دلوقتي في أول يوم في القافلة احنا تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 850 مواطن وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.